الثاني مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، هذه أصبحت أولا عادة مهمة في تونس رسخناها بمعية الهيئة الوطنية مكافحة الفساد. هناك تقدم في مكافحة الفساد، أولا الترسانة التشريعية اليوم أصبحت موجودة في تونس بالقوانين التي مررتها الحكومة، قانون التنفيذ حماية المبلغين، قانون ضد التضارب للمصالح، قانون الهيئة، دعم القطب المالي والقضائي. ثم كان هناك عمل كبير على دعم المرفق القضائي لتدعيم استقلالية القضاء، لتدعيم القضاة حتى يشتغلوا في ظروف طيبة، هما ذراع أساسي لمكافحة الفساد. الاستراتيجية الوطنية متاع 16-18 قدمت بشكل كبير، ما زالوا بعض النقاط، سيقع وضع استراتيجية طول الفترة القادمة 19-20. ثم مجهود كبير قاعد يصير في السنتين اللي مضاو، طبعا ما زالوا نقاس. حرب على الفساد حرب طويلة المدى، يجب أن نمشيوا أكثر حتى المواطن يصبح يشعر يوميا أنه حقيقة هناك إرادة سياسية وهناك عزيمة لمكافحة الفساد.